الخير عليكم أعزائي مشاهدي برنامج شكل تاني، وحشتوني. بكل معاني الحب والتقدير أهديكم باقات ورد، وأهديكم أجمل حلقة لنماذج ناجحة ومتفوقة ومثال مشرف للمرأة المصرية والكفاح. أحب أعرفكم بضيوفي دكتور نانسي أحمد، أخصائي تربية خاصة. نورتيني يا حبيبتي. دكتور عايدة عبد العال، مدرب دولي معتمد جامعة عين شمس. نورتي الدنيا، نورتوني بجد والله. يعني حضراتكم مثال بجد مشرف للمرأة المصرية والكفاح. عايزة أسألك يا دكتور نانسي، ما شاء الله عليكي حققتي نجاح في التربية الخاصة وإنك علم من أعلام التدريب، إزاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور نانسي أحمد، أخصائي التربية الخاصة ورئيس مجلس إدارة أكاديمية النور، سفير النوايا الحسنة من مجلس الدولة الأعلى للدولة. حققت النجاح ان انا لما بتجيلي حالة طفل انا بتعامل مع الاطفال ذو القدرات الخاصة، سواء داون او اوتيزم، وفي كمان اطفال صعوبات التعلم. لما بيجيلي الطفل اول حاجة بفكر فيها الطفل ده انا هتعامل معاه ازاي، بحط خطة وبحط معاها برنامج وبحط اهداف. انا حطيت للطفل خطة معينة انا هتعامل معاه سواء اوتيزم او داون. لو حطيت الخطة صح وشفت البرنامج المناسب للطفل، لازم اوصل لكل الاهداف اللي انا عايزة اوصل لها لصالح الطفل ده. تمام. طيب بالنسبة للطفل الداون، الداون بيكون سهل التعامل معاه لان في اطفال داون ناطق، بينطق، بيقلد، بيتكلم. الصعوبة في الطفل التوحدي، أنا في الطفل التوحدي لازم أتعامل على كل المهارات، ما عندهوش تواصل بصري فبضطر إن أنا التوحدي اللي هو التوحد. التوحد تمام. بيبقى ما عندهوش تواصل بصري، لازم أشتغل على النقطة دي. ما عندهوش تواصل اجتماعي، ما عندهوش انتباه وإدراك وتركيز، ما عندهوش إدراك حسي، التكامل الحسي عنده مش موجود. فأنا لازم أحط خطة وأحط برنامج وأحط أهداف عشان أوصل بالطفل دوت لبر الأمان. والبرنامج اللي بحطه له لازم يكون مناسب لحالته، لأن كل طفل بيختلف في قدراته عن الطفل الآخر. ممكن طفل في هدف واحد يقعد معايا مثلا شهرين، ممكن طفل تاني يقعد معايا شهر واحد. يعني على حسب الاستيعاب دكتور نانسي، حسب قدرات قدراته القدرات بيختلف من طفل لطفل لطفل. طيب انا هنجح ازاي مع الطفل؟ او انا وصلت عندي نماذج جميله جدا الحمد لله رب العالمين وصلت بيها. بصراحه الاعداد يعني لما كنا بنعد الحلقه لحضرتك امهات كتيره جدا كانوا بتشكر فيكي، ربنا يبارك لك بجد. الله يخليكي. ازاي وصلت ان انا اوصل بالطفل دوت لان هو يكون طفل، مش هقول طبيعي لان الطفل التوحدي ما بيبقاش في الدرجه اللي هو يبقى طفل نورمال. لكن انا اعمل حاجات كتير اخليه يبقى زيه زي الطفل النورمال. صح. هشتغل صح، هحط خطة صح، هحط بقى هدف. ما يبقاش ان انا بشتغل وخلاص، ان انا اشتغل تنمية، طب اشتغل تخاطب، طب اعمل ادراك، طب اعمل تكامل، ما ينفعش. لازم احط خطة والخطة معها برنامج والبرنامج ليه اهداف. كل ما اوصل لهدف اوصل للهدف اللي بعديه. فما ينفعش ان انا اشتغل زي ما بيقولوا كده ايه وخلاص. على فكره يا دكتور نانسي ما شاء الله عليكي، هو ده اللي بيختلف حضرتك من اي حد تاني. بالظبط كده، انك حاطه بلان للعمليه اللي انت ماشيه معاه او للعلاج للطفل او التواصل. ويمكن هو ده اللي بينجح النماذج اللي معايا. يمكن حضرتك شفتي الطفله بطول. أيوة. حفظت القران، اشتغلت اكاديمي، تنميه ونسبه الذكاء بتاعتها عاليه، راحت المدرسه السنه دي. ليه؟ احنا ماشيين معاها واحده واحده. وفي حاجه تانيه، في اخصائيين بيستسهلوا وبيستعجلوا. انا ما بنتقلش من هدف لهدف الا حققته. صح. ما ينفعش ان انا الهدف ده انا وصلت له بالخطه والبرنامج بتوعي، لازم اتاكد ان هي وصلت لده عشان انتقل للهدف اللي بعديه. خلصت مجموعه الاهداف في الخطه، اعمل خطه تانية وهكذا. عشان كده احنا بنقول لكل الاخصائيين والاخصائيات اللي شغالين مع الاطفال ذو القدرات الخاصه، حط خطة وحط برنامج ووصل لهدفك حسب حالة الطفل اللي معاك. صح.
انتقل لدكتور عايده الجميله، وعايزه اقول لك انت حققتي نجاح وانجازات في سن صغير ما شاء الله، انا ما بحسدش يعني. تفتكري ده اساسه الاراده؟ طب خلينا نقول ان انا دكتوره عايده عبد العال، دكتوره صحه نفسيه وارشاد نفسي، مدرب معتمد جامعه عين شمس، سفيره النوايا الحسنه 2020، ما شاء الله معايا السفراء كلهم. عضو لجنه تطوير تعليم، مدرب لمنهجي نور البيان والجولي فونكس في مرحله رياض الاطفال. في وقت صغير حققت كل ده. ما شاء الله عليك، ما شاء الله. خلينا نقول زي ما بتقولي على كده فكرة الاراده. هو ده اللي خلاني النهارده يعني ايه الاستضافه تيجي، عشان السن الصغير ده ما شاء الله نقدر نحقق كل ده. الحمد لله رب العالمين. خلينا نقول اصلا الاراده هي صناعه ولا حاجه طرقت في حياتك فخلتك عندك اراده؟ لا، ترويض الاراده الصح بيبقى زراعه من الام في البدايه. يعني انا اصلا اصغر اخواتي ووالدتي كانت بسيطه جدا، ولكن كان عندها فكره انكم تكونوا حاجه كويسه، ان انتوا تكونوا متعلمين. مع اني فقدت والدتي وانا 11 سنه، ولكن البذره اللي احنا بنحطها في الاطفال مش شرط اني انا اشوف ثمرتها. صح، هو ده اللي حصل. والعامل التاني انه يحصل لك صدمه او ازمه او فشل او ايا كان حاجه في حياتك تخليكي بالظبط كده، ودي اللي كنت حطاها قدام عينيا، ما يؤلمني يجعلني اقوى. الله عليك. الحاجه اللي توجعك هي اللي هتقويكي. صح، اي صدمه بتتعرضي لها، اي ازمه، اي فشل، صحيح صعب، ولكن معلم صارم مش بيموتك. انت ما بتموتيش لما بيحصل لك ابتلاء. مين هنا في الناس كلنا ما عندوش ابتلاء؟ صح، كلنا مبتلين. صح، حصلت لي حاجه كبيره قوي 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 يا استاذه رانيا في حياتي. لو وست شهور قعدت في البيت، ست شهور دول هم اللي خلوني اجي هنا فعلا. اني لا، خططت وجهزت ويعني وحاولت، كان عندك دافع ان انا هبقى بالظبط كده. اللي ملو يعني انت الوحيده اللي بتقدري تديري ذاتك ومشاعرك وافكارك واتجاهاتك. انت الدافع لنفسك، انت الدافع لنفسك. امتى الفكره تموت؟ من حاجتين، لو انت مش مؤمنه بيها، ولو سمعت كلام المثبتين ليك. صح، وانت بتحققي الهدف خلي عندك ثقه في ربنا سبحانه وتعالى. نعم بالله. والماضي بصي له كده، ما ينفعش تعديه، ولكن يعني smile to your future، ابتسمي للمستقبل. الاراده القويه بتيجي من اني ما بخليش حد يخترق اسوار ذاتي انا. انت عندك يأس وعندك اكتئاب وعندك احباط، لو سمعت لهم خلاص. صح، ولولا التعب ما كانش هيبقى فيه راحه. اكيد، ولولا الليل ما كناش هنعرف يعني ايه نهار. صح، لولا وجود عكس المعنى ما كان للمعنى دليل. خلينا نكون متفقين في النقطه دي. الناجح بيحدد اهدافه، بس مش اي اهداف، اللي بيحتاجها، وبيحدد احتياجاته وبيوصل له. مفيش حد ما بيوصلش. اللي ما بيوصلش اللي ما بذلش وما تعبش. صح، يعني كلامي دايما بيبقى للنساء ويبقى للشباب. ما شاء الله عليك، يعني النهارده حلقه بجد جميله. وشوف الكلام يعني ده بتقوي بالناس، ان انا يكون عندي حلم اسعى له واحقق له، ما يقاس من كلام اي حد. انا عايزه اقول اني ما فيش حاجة تحصل لك في الدنيا تكعبلك. صح، أو توجعك. مش معنى كده إن إحنا ما بنتوجعش. يا جماعة إحنا بنتوجع وبنضعف وبنصرخ، بس في ناس بس بنقف على رجلينا ومش بنموت. اعتبروها جرح. بس في ناس ما بتقدرش تكمل دكتور عايدة. اللي ما بيقدرش، يعني في ناس ما تقدرش دكتور نانسي. الضربة اللي مات أو ما تكسرش تقوي. تقوي. ما ده بداية كلامي. ما يؤلمني يجعلني أقوى. وحاجة كمان، ان ربنا يكون راضي عنك يا استاذه رانيا. ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي. خلاص،
هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، على افضل الصلاه والسلام. النبي تعب وسيدنا يونس تعب وسيدنا نوح، الانبياء كلهم تعبوا بس وصلوا وبلغوا الرساله. صح. احنا برضو لازم، هم دول قدوتنا، هم نيأس. صح. ونعم اركن بالله. اليأس ورا ظهر، يعني دي دعوه للتفاؤل. دعوه للتفاؤل ان احنا نعيش بالامل ونعيش بالاراده. حضرتك بتدي كورسات للاراده؟ يعني الفتره الجايه ان شاء الله في تدريب لطلبه جامعه شباب. طب بس انا شفت صور لحضرتك اصلا بتدرسي في حلقات للاطفال وكده، دي حضانه عند حضرتك ولا انت الاكاديميه؟ حضرتك مديره ولا رئيس؟ مديره وصاحبه المكان. المدير وصاحبه، ما شاء الله. عايزين نشوف طيب صور اهي، ما شاء الله صور على الهواء. لا دي كانت ابطال المستقبل. دكتور نانسي الجميله ما شاء الله. كانت المبادره جالي فكره بعد الكورونا، احنا الحمد لله رب العالمين سواء انا ودكتور نانسي ربنا وفقنا في فتره الكورونا. دي سيركل تايم، دي سيركل تايم بارادايس كيد. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ربنا يا رب يكرمكم. وعايزه ارجع لدكتورتي الجميله دكتور نانسي فكرة. مفهوم الشادو تيتشر، ايه الشادو تيتشر؟ عايزه اقول لك ان في مدرسات متخرجين معلمات رياض اطفال من رياض اطفال، اما نيجي نتكلم على الشادو تيتشر ما بتعرفش. تمام، هو خلينا متفقين ان الشادو تيتشر لازم تكون ليها مهارات خاصه بيها هي كشادو تيتشر. تمام. في ناس كتيره قوي عندهم فكره الشادو تيتشر ان هي بتصاحب الطفل، ان هي تلبي طلباته الشخصيه، ان هي تفضل قاعده جنبي منه، ان هي بتخلي بالها منه. زي البيبي شيتر. المفهوم ده خاطئ. اللي داخله شادو تيتشر علشان مع طفل ذو قدرات خاصه سواء داون او اوتيزم او شلل او اي كلام من ده، لازم تكون عارفه حاجه مهمه جدا، انت دورك مهم جدا في حياته. انا مش هخليكي تخشي معاه الكلاس سواء في الحضانه او في المدرسه عشان تقعدي جنبه تنقلي له من على البورد، تلوني له اللي التيتشر طالباه، تنزلي معاه البريك علشان تخلي بالك منه، تبقي واقفه بتفرجيه على حصه التربيه الرياضيه. هي دي تاخدي بالك مهمة. لا مش كده، انا مش عايزاكي تعملي كده. الشادو تيتشر ليها مواصفات. انا عايزه اسال بقى عن مواصفات الشادو تيتشر. تمام، اولا الشادو تيتشر لازم تكون عارفه ومتاكده ان هي خريجه تربيه خاصه. خريجه تربيه خاصه؟ طبعا، عشان تبقى عارفه ان هي بتتعامل مع الاطفال ذو يعني قدرات. اي حد مش خريج تربيه خاصه يقدر يمتهن المهنه دي؟ ما ينفعش. لا، يا واخده كورس شادو تيتشر، يا خريجه تربيه خاصه، امومه وطفوله، رياض اطفال، قسم تربيه خاصه، هم دول اللي عرفوا يتعاملوا. تمام. يعني انا لما انزل اعلان واقول انا عايزه شادو تيتشر لطفل توحدي. تمام. وبتيجي تقابلني بسالها انت خريجه ايه، لو ما قالتليش التخصصات اللي انا قلت لحضرتك عليها ما تنفعش. يعني احنا ننصح اي ام بالمواصفات اللي حضرتك قلتي عليها بالزبط. يعني لو انا دلوقتي حضرتك هتوجهي رساله لاي ام عايزه شادو تيتشر تعمل ايه او تعرف ازاي مواصفاتها الصح؟ اولا لازم تكون خريجه تربيه خاصه علشان تبقى عارفه. تمام. هتتعامل مع الطفل ازاي. اولا الشادو تيتشر مش الناني، الشادو تيتشر مش البيبي سيتر، الشادو تيتشر لازم تضيف لحياه الطفل ذو القدرات الخاصه. انا مش عايزاكي تروحي معاه المدرسه تخلي بالك منه، ولا تنقلي له من على البورد، ولا تخلي بالك منه في حصه التربيه الرياضيه، ولا تخلي بالك منه من الباص، ولا الكلام ده كله. انا عايزاكي تضيفي له، تضيفي له تنميه مهارات، تشتغلي معاه تنميه مهارات، تعلميه امتى يتكلم وامتى يسكت، تعرفيه يعني ايه واجبات مدرسيه او في الحضانه، تدخليه تدمجيه في وسط الاطفال النورمال، يتعامل معاهم، يلعب معاهم، يتكلم معاهم، يعرف مواصفات حاجات كتيره قوي للطفل، يعرف حاجات كتيره هو مش عارفها. انا مش عايزاكي تروحي تقعدي جنب منه وانت اللي تنقلي له من على البورد، وانت اللي تلوني له السيركل اللي الميس هتشغله بالظبط كده. خليه هو يشتغل زي الطفل العادي. لكن انا بشوف شادو تيتشر كل دورها ان هي مخلي بالها من الطفل، هي رايحه النادي الام فتاخدها معاها خلي بالك منه، ده شغل البيبي سيتر. أيوة، ده شغل الناني. لكن انت شادو، انت لازم تضيفي، انت لازم تعلمي تنمية مهارات،
تعديل سلوك، تتكلمي معاه عشان ينطق الكلام كويس. دي رسالة بقى لكل أم. بكلمها وبقول لها عايزة شادو تيتشر، لازم تاخدي شادو تيتشر صح علشان تضيف لطفلك. تمام. ما يبقاش هو قاعد معاها 5 ساعات 4 ساعات سواء في المدرسة أو في الحضانة وهي ما فادتهوش بحاجة. لو في تنمية مهارات شغالة أنا بقول له بص هما بيعملوا كذا، تعالى احنا نعمل زيهم، هما بيلونوا تعالى نلون معاهم. في صور لحضرتك ظهرت على الشاشة، عايزين دي أبطال المستقبل. فين؟ أيوة دي عندي في الأكاديمية، دول أطفالي بتوع دي الأكاديمية. دي أكاديمية حضرتك يا دكتور؟ دي أكاديمية النور في الإبراهيمية، أنا رئيسة مجلس الإدارة وصاحبتها. ما شاء الله. ده الأطفال عندي في الأكاديمية، بحاول أدمج الأطفال النورمال مع الأطفال الأب نورمال. اللي هو الدمج. دمج. تمام. يعني عندي الأطفال النورمال ومعاهم الأطفال الأب نورمال، بدخلهم شوفوا هو بيعمل ليه إيه. ليه يا دكتور؟ ليه بتدخل؟ لازم يكتسب الطفل التوحدي، يعني هو يمكن عشان أنا أكتر تعاملي مع الطفل التوحدي وعندي 2 3 بس أب داون. الطفل التوحدي لازم هو حرمان بيئي. تمام. عنده ما عندهوش تواصل اجتماعي، ما أنا لازم أدخله في وسط أطفال أصحاء نورمال يتعلم منهم، يعني بيكتسب المهارات يكتسب. منهم هيقلدهم في كل حاجه. تقليد. هتلاقيه جاي بيقول لك عايز اكتب عايز الون، خد دي منين؟ ما هو لو قاعد في البيت لوحده ما بيعملش اي حاجه مش هيعرف دي، هيبتدي ينطق معاهم. الطفل التوحدي معظمه ما بينطقش. حضرتك لما تعرضي الفيديو هتلاقي نماذج لطفل توحدي. انا واخداه مش عارف اي حاجه في الدنيا، اللي هو الطفل اللي هو مش متعلم اي حاجه، ما بيعرفش يعني ايه بيبي، ما يعرفش يعني ايه اكل، ما يعرفش يعني ايه اشرب، ما يعرفش يعني ايه احتياجاته. ابتديت معاه واحده واحده اعرفه انت زيك زي الطفل ده، في حاجه اسمها هو ده الدمج. هو ده الدمج. تمام. ان انا ادمجه جوه الطفل مع الطفل العادي النورمال عشان يكتسب منه. كمان في حاجه اسمها المعاشره الخارجيه. ايه هي المعاشره الخارجيه؟ ان انا هو دلوقتي جوه الحضانه فعالي في اساليب الحضانه وبيتعلم مع الاطفال او في المدرسه. تمام. الطفل لازم اخده اطلعه بره جو تاني، اعرفه ان ده المخبز اللي احنا بنشتريه منه العيش، وده الميكانيكي اللي بيصلح لنا العربيه. يعني لازم نفتحه مثلا او نخرجه؟ هو مش عارف ده، فانا لازم اعرفه. في امهات بتبقى حجمه الموضوع ده. هو ده اللي انا بقول لك عليه شادو تيتشر، دي لازم تروح معاه السوبر ماركت وتعرفه ان احنا لما ناخد باكل بسكويت لازم ندفع ثمنه. دي بقى رساله، دي رساله بقى لكل ام. ايوه. نقف بقى عند الشادو تيتشر ونقول للدكتور عايده، حضرتك في الاكاديميه عندك نفس النظام ولا حضرتك اصلا نظام التدريب والتعليم والتاسيس؟ للاسف. ما احنا يعني عايزين نعرف برضو. للاسف ما اعرفش اتعامل مع الاب نورمال، يعني لسوء حظي ان انا بتعامل مع النورمال. انت حضرتك ما شاء الله ناجحه في التدريب والتدريس اللي هو الحضانه الاكاديميه العاديه. بس يعني اسالكم انا بقى، ايوه. تتفقوا معايا في البوينت اللي بيقول التعليم اصبح مهنه رياضي الاطفال، اصبحت مهنه تملى مهنه تلا. بالظبط. انا مع اتفق مع حضرتك جدا. احنا نقف بقى عند ليا اتفق حضرتك جدا، مع اني بقول ان عايزين بقى تفسير بقى للموضوع ده. مع اني بقول اني لا، كل امراه لازم يكون لها عمل وانها تشتغل، وانا مش ضد ده خالص. تمام. ولا ضد ان الناس تفتح تكافح اكاديميات أيوة وتكافح ولا، لكن ضد انك تعلم طفل حاجه غلط. صح. طيب خلينا نقول هي ايه بقى مهارات المعلمه النورمال؟ مش اني عرفت الف باء فانا معلمه، او عرفت خلاص الفونكس والليدرز عامله ازاي والاصوات والكلام، لا. معلمه رياضه الاطفال عندها مهارات. اول مهاره مهاره لغه الجسد. انت وانت بتشرحي القصه لازم التون بتاع صوتك يكون مختلف، اعلى وانزل، اميل يمين عشان واميل شمال، واخليه يسرح معايا. مش اني قاعده بسرد وفاتحه حضرتك ليكي صور على فكره نازله. بصي انا بدخل الاكاديميه اقسم بجلاله عز الليل ان انا بنسى الدنيا وما فيها، بنسى كل حاجه. عايشي بقى الحب، كلنا الحب. أقعد يعني اعظم حاجه في الدنيا انك تعمل سيركل سيركل تايم للاولاد، الدايره الصباحيه. وانك تغني لهم. نكمل بقى، عايزين البادي لانجوج اللي انت كنت بتتكلمي عليه ده جميل جدا، عايزين نكمله. حلو جدا. ان انت معلمه رياضه الاطفال عندها
ما هو يعني معلمة تأملية. يعني ايه معلم تأملي؟ معلم تأملي يعني ما بيرضاش ان ياخد نفس النماذج اللي بيشوفها والافكار فيقلدها كوبي بيست. لازم انت تبتكر. لازم معلمة رياضة الاطفال دائمة التعلم. صح. طب انا عايزة اسألك سؤال، انا كأم اعرف منين المعلمة الكويسة الجيدة اللي تقدر توصل لابني معلومة صح، وبين معلش انا اسفه المدرسه اللي بتدي ابني معلومه غلط زي ما انت قلتي؟ بس انا كأم بقى ما اعرفش. كأم تمام. اولا انا رحت اقدم في مكان حلو برامج مع المنهج الجديد اللي تواجبه ان ابني يكون المكان ده شغال بمنهج نور البيان ولا لا. حلو. نور البيان بيخلي الطفل يقرا من المصحف ما شاء الله. تمام تمام. بيشتغل حركه حركه، فتح كسر ضم سكون، وكمان ابني من اول ما انا وديته المكان لازم اشوف الثمره. بصي هي اسمها حضانه، اسمها اكاديميه، حضانه جايه من الحضن. من الحضن دايما بقول كده، جايه من الحضن. باب مقفول عليكي ربنا بس هو اللي شايفه. فلو ابني من اول يوم ما جاش قال لي سلوك حاجه اتعلمها، حاجه عرف الحرف طبق بايده، طلبت منك صلصال عشان تشتغل بيه، التاثير التاثير. العلاقه مع الطفل فيه يعني في معلمات شداد قوي مع الولاد، لا اتجرد. مش شرط ان انت مدير مش هتشتغل وهتقعد تحط رجل على رجل. المدير الناجح اللي بيقعد في الارض. ايوه المدير الناجح ملوش مكتب، ملوش فلاش كاردس قعده المكتب ما تنفعش مع اكتب مع اطفال وحضانه. لا عايز تنجحي نبقى عايزه تنجحي انزلي لمستوى الطفل. عايزه تنجحي فكري، عايزه تنجحي اتعلمي وخدي كورسات يعني ودورات. نقول المدير الناجح، نقول المدير الناجح اللي هو نقول فراشه بيشتغل ينزل لمستوى الطفل، بيشتغل بايده. المدير الناجح اللي بعد شهرين ثلاثه الفريق اللي معاه على الميس دي بقت شاطره، الميس دي لا محتاجه، دي حقيقه على فكره. اللي بيبقى عارف امكانيات فريقه ده يطلع لي ايه. يعني انا اللي بيعمل لي الوسيله ما اعرفش اعمل وسيله، ما اعرفش امسك مقص اقص. انا عندي الميس بتاعتي منى دي يعني شايفه ما شاء الله عليكي. لو لقيتي منى عامله حاجه يبقى عايده افكري. هو ده التكامل اللي ربنا سبحانه وتعالى ربنا يا رب يكرمك يا دكتور عايده. انا معايا فيديو لدكتور نانسي عايزين نعرضه. الفيديو عن ايه؟ الفيديو الطفل احمد اللي قلت لحضرتك عليه ان انا كنت واخداه ما عندوش اي مهارات. عن الطفل توحدي. وانا جايبه لك من اول ما ابتديت اعلمه الفيديو، من اول ما حضرتك ابتديت اعلمه المهارات بتاعته. طمع. فوق تحت شمال يمين لغايه ما وصلت. تخيلي بقى طفل ما يعرفش اي حاجه في الدنيا، ما يعرفش يعمل تولد، هو ده النجاح. ما يعرفش ياكل ازاي، ما يعرفش. وصلته ازاي يكتب ما شاء الله. انا شفت الفيديو يعني انت متخيله طفل زي ده يتملى. ده بيكتب لوحده مش بيقلد. يعني حضرتك هتشوفي احمد بيكتب من الالف لغايه الياء. يعني لو كان الوقت اكبر كنت هوريكم حاجات كتيره، بس انا خدت مختطفات من عملي معاه المتدربه شغاله معاه. واصلين بيه لبر الامان زي ما بيقولوا كده. زي ما وصلت بقول، زي ما وصلت تيام. نرجع لك تاني بعد الفيديو. اتفضلي الفيديو. يمين شمال، علي صوتك شويه. يمين دي. ايوه شاطر. شمال دي. برافو عليك. تحت فين؟ تحت. تاني فوق فين؟ تحت. برافو يا احمد. الاحمر برافو عليك. هات اللون الاخضر. اخضر برافو. اللون الاصفر. اصفر برافو عليك يا احمد شاطر. برافو يا احمد. شاطر يا احمد برافو. برافو عليك شاطر. امشي على الخط. برافو عليك. اللون ده اسمه ايه؟ قهوة. برافو. علي صوتك شوية. اسمه ايه اللون ده؟ قهوة. برافو عليك. شاطر يا احمد. برافو. برافو يا احمد. حرف ايه ده يا احمد؟ برافو عليك. يلا يا احمد كمل.
ألف. برافو برافو عليك. في ايه ده يا احمد؟ باء. باء. برافو عليك، يلا اكتب الباء. برافو يا احمد، شاطر شاطر يا احمد، يلا اكتب. احمد باء. تاء. برافو عليك، يلا اكتب التاء. يلا يلا يا احمد، برافو شاطر. برافو. برافو، يلا اكتب التاء. في ايه ده يا احمد؟ تاء. برافو عليك، شاطر. برافو، ثلاث نقط. تاني يلا اكتب واحده كمان. ده يا احمد حرف ايه؟ علي صوتك. جيم. برافو شاطر يا احمد، كمل يلا. برافو. حاء. برافو عليك، يلا اكتب اكتب يلا. برافو. ايوه. ورجعنا لكم تاني ومع ضيوف الجمال، نورتوني تاني مرة. دكتور نانسي، عايزة أسأل بقى مواصفات الشادو تيتشر اللي حضرتك يعني تميزتي في الموضوع التربية الخاصة ما شاء الله بأحمد، هنعقب على الفيديو ونقول نصيحة بقى كده. بالنسبة للفيديو، أحمد كان زي ما قلت لحضرتك كده ما كانش فيه حاجة خالص يعرفها. تمام. قدرت اخليه يبقى عنده تواصل بصري، تكامل حسي. قدرتي يعني ما شاء الله عليكي، حضرتك تفوقتي في الحته دي. الحمد لله. عايزه اسال بقى سؤال. كنت بقول لحضرتك عليه. تمام. عايزه اسال سؤال، المعلمه العاديه تقدر تبقى شادو تيتشر؟ تقدر، الا اذا في حاجات كتيره قوي المعلمه اللي هي متخرجه من كليه التربيه، اخده بقى جولي فونك، اخده نور بيان، خريجه مثلا لغه عربيه، خريجه ما خدتش تربيه خاصه، مش هينفع تبقى شادو تيتشر، مش هينفع تتعامل مع الاطفال دول. ليه؟ مش مؤهله لده. تمام. احنا بنقول المدرسه اللي تقدر تتعامل مع ذو القدرات الخاصه تكون مؤهله. ازاي؟ هقول لحضرتك دلوقتي، احنا معانا اهي وسائل، نرفعها بس عشان الكاميرا تبان. الوسائل ديت انا بعملها للاطفال، هي ممكن التيتشر العاديه بتعمل دي ما قبل الاكاديمي، بتعملها وبيمشي بالقلم. صح. انا باخد ايده صبعه وبمشي على السيركل اللي حضرتك دي، الاول بصبعه الاول. ليه؟ الصوابع بتاعتهم بتبقى ضعيفه جدا. وهو مش واخد ان هو يمسك القلم، ده اللي هو شغل ما قبل الاكاديمي. انا خلاص وصلت مع المرحله اللي هو خلاص هيبتدي يكتب. تمام. في حاجه اسمها ما قبل الاكاديمي، زي ما شفتي احمد كده، يعني فوق يعني تحت يعني شمال يعني يمين يعني ابيض يعني اصفر. طب اخليه بقى ازاي يكتب؟ هبتدي اعمل الوسائل اللي بقول حضرتك عليها دي. يعني مثلا اهو الوسيله دي كده، الخط باخد صبعه مش القلم، وببتدي امشي على الخطوط ديت بصبعه مرة، وبعد كده مرة تانية، وبعدين اقول له يلا امشي لوحدك، بيمشي لوحده، وبعدين ابتدي اديله القلم، يلا وريني بقى، وانا ماسكه برضو ايده، وبعدين اسيب ايده. لو حضرتك شفتي كده النماذج اللي انا عاملاها اهم، دول نقط، يلا نوصل نقطة بنقطة، يلا نشوف النقطة دي هتوصل بينا لفين. بايده الاول وبعدين بالقلم، مش بالقلم على طول. تمام. زي ما حضرتك شايفه كده الخطوط اللي بنشتغل بيها مع الطفل. في حاجه تانية انا بعملها برضو هنا، ده نموذج بسيط جدا جدا بمشابك الغزيل زي ما انت شايفه. الحاجه البسيطه دي انا ممكن اعلمه ثلاث حاجات. ايه هي؟ هعرفه الالوان، ده اصفر ده اخضر ده احمر ده اسود. هعمل ايه تاني؟ ده مشبك، يعني لازم يتك كده عشان يخلعه العضلات ويرجع تكون. تاني بقوي. تمام. عضلات ايده. تطابق، يلا فين اللون الازرق، فين اللون الاحمر، فين اللون الاخضر. فبصي في الحاجه البسيطه دي انا قدرت اعمل ثلاث حاجات في حاجه واحده، عرفته الالوان، شغلت ايده،
عملت تطابق للون. المدرسة العادية لو مش دارسة يا أستاذة رانيا المواضيع دي كلها صح. مش هتعرف توصل المعلومة. احنا عندنا حاجات خاصة هي اسمها ايه؟ تربية خاصة، حاجات احنا بنشتغلها في الدورات بتاعتنا وفي المحاضرات اللي احنا بنقولوها، ازاي تكوني مدرسة لطفل ذو القدرات الخاصة. فعلا حضرتك سألتيني سؤال، المدرسة العادية تقدر تشتغل مع القدرات الخاصة؟ قلتلك إلا إذا أخذت دورات تربية خاصة، أخذت دورات تخاطب، لا تنمي بقى نفسها ومهاراتها، ما هي مش هتعرف تتعامل مع الحرف، هو مش بيتكلم. فانا عايزاه يقول باء في الطفل النورمال العادي، بتحط باء وبتحط بطه وبتقول قول ورايا باء، بيقول وراها صح. هو مش هيقول الا اذا كانت هي واخده تخاطب وقالت له قول باء 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 خاء، الخاء بتطلع حنجريه خ خ خاء، ده شغل لكن تخاطب بقى التخاطب. يبقى هي لازم تكون ملمه بالتخاطب، تكون ملمه بالتنميه، تكون ملمه بتعديل السلوك. خلي بالك هما بيحبوا يعني فيهم حته التعديل جامد جدا. ان انا لما اشوف حاجه هو عاملها غلط لازم اقول له بطريقتي انا كشادو تيتشر، ما احنا بقى نرجع اعدلها، نعدلها ونرجع للدكتور عايده ونعرف ايه مهارات معلمه رياضه الاطفال. احنا قلنا معلمه رياضه الاطفال لازم تكون تامليه، لازم تكون دائمة التعلم، لازم تمتلك مهارة التقويم، بتقدر تعمل اختبارات للأطفال، تقدر تعمل اختبار لغة عربية، اختبار ماس، تقدر تمتلك مهارة الإبداع في الإنتاج الوسيلة التعليمية. يعني أنا دلوقتي داخلة على الولاد عايزة أعلمهم حاجة من القضايا المجتمعية اللي بيقابلوها، قضية زي قضية التحرش الجنسي، تمام، وعايزه الطفل يحافظ على نفسه، هعمل له وسيله في ايدي واقول له كده بوسه حلوه، كده بوسه وحشه، كده لمسه حلوه، كده لمسه وحشه، وابتدي اعلمها له. قضايا تانية زي قضيه التنمر، يعني يمكن الوسيله ديت احنا ممكن نعرض لحضرتك فيديو وانت بتتكلمي مع الاطفال، هو يتعرض وحضرتك برضه تقولي. طيب الوسيله ديت يعني انا بقابل اطفال سنانها بتبدل، تمام، وبقابل اطفال لابسه نضاره، أيوة. وبقابل اطفال سمراء، وبقابل اطفال شعرها صح. يعني مش ناعم صح. طب ده بيجي المكان بيعيط، فقلت اعمل وجه متعدد الاوجه، مش انا اللي قصاه، انا الفكره بس فكرتك وعملته ولابس لبس الاكاديميه، واللوجو بتاع الاكاديميه شاطر ونظيف وجميل بس لونه اسمر. لما تقول لي شكلك وشك شعرك جسمك، هقول لك ربي خالقني زي ما خلقك، انا انسان ليا كيان، انا قلبي مليان بحنان، احمد ربك علشان خلقك بني ادم في الدنيا سعيد. ما تقولش كلمه هتجرحني، على فكره شكلي مفرحني، تخين قصير طويل رفيع ابيض اسمر، ببدل في سناني، لابس نضاره، ايا كان الشكل. خلاص عايزه تنجحي مع ابنك، اتعاملي معاه غير مباشر، هتتعاملي مباشر هتخسري. فعلا افعل اعمل ده وما تعملش ده هخسر، افعل ولا تفعل هخسر. اما اتعامل معاه بايه؟ اتعامل معاه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ما بال اقوام يفعلون ويفعلون. شايفين ده شاطر وجميل وجاي قاصص ظوافر، حتى لو انا متاكده كل اللي قاعدين مش قاصصين الاظافر بتاعتهم. دي فايده الدايره الصباحيه، ان بعلمهم كمان فيها روح المشاركه، ويعني ايه عمل جماعي، ان نقعدوا مع بعض ونتفقدوا بعض. يعني ايه نعمل معسكر غذائي؟ مش الجانب الاكاديمي يا استاذه رانيا مطلوب، بس برضو الجوانب المعايشه مطلوبه، كلمه حب ونظره حب وذاثار الحب وحضن الحب وانا بحضن الطفل، دي حاجه بتفرق جدا. خليني اقول لك ان العالم كله بيتكلم عن لغات الحب الخمسه، لغات الحب الخمسة ديت أصلها من عندنا، أعظم حاجة فيها الحب، وإني أمسك إيد الطفل وأطمن عليه. إحنا ساعات بنكتشف بعد ما يعني لو ما فيش التعايش بينك وبين الطفل، ممكن ما تعرفيش إن يكون فاقد حد من أبويه. فعلا ممكن يكون الأم والأب منفصلين، ولو ما حبكيش مش هيتقبل منك، مش هيقولك، أو تيجي لك الأم الصبح بس بالله عليكي انت قولي له يلبس الجاكيت ده، الصباحيه ده السيركل طيب بجد. ما شاء الله معلمه رياضه الاطفال،
اذا ما عملتش دايره صباحيه الدايره مكانها الصباحيه دي لا تبقى عندها خلل. تتميز بايه يا دكتور؟ تتميز بايه الدايره الصباحيه رفع دي؟ روح المشاركه بينك وبين الطفل، توصيل المعلومات بشكل غير مباشر. انا بعلم بيروح بمعلومه بيروح بسلوك، روح البيت عنده معلومه، عنده حاجه بسلوك. جميله أيوه. جدا. بصي قاعدين اساسا منتبهين وفي ايدك وسيله تعليميه فعلا. هي دي بقى الدباجه اللي تخش بيها على الطفل. مش شرط تعملي كده، انت ممكن توظفيها في شكل اكاديمي يا استاذه رنا. انت عندك في العربي مواد جامده، انا عملت شمسيه وطلعت بيها فيها حروف وقلنا اين اللام الشمسيه، حلوه حلوه بس شقيه، ودخلت وسط دايره وسط اصحابي، انا بقول لهم انتوا صحابي ودايما هنادي عليهم اصحابي الحلوين، ووقفت بيها علشان يتعلموا. لو قعدتي تقولي لي من هنا لبكره مع احترامي لكل المناهج ابغي خفك وخف، ابغي حجك وخف عقيمه عشان يطلع اللام القمريه، والله انا عايده مش هعرف. ايوه انا شخصيا مش هعرف، لكن لو عملت وسيله حلوه ودخلت بيها هتبقى جميله جدا. معلمه رياضه الاطفال عندها ذكاء، قاعده وسط ولادها مش شرط بس اني بخلص الواجبات، ولا شرط بس انتبهت لكلمه، انا دي بتحصل لي كتير. وهنا هنقول ان الفكره رزق، رزق لمين؟ للي مشغول، اللي قاعد مركز. اه ده قال الكلمه دي، طب انا هعمل عليها الصبح حاجه، ومش هقول له تعالى انت عملت كذا وكذا كل وكذا. كل كيانك وتكونك وتركيزك مع الاطفال، وانت بتتكلمي كميه الحنيه والدفء بجد والله، وعينيك بتلمع يعني. بس هقول لك على حاجه، اي ربنا توفيق في حياه الانسان من عند ربنا ونعم بالله. المشغول بالفكره بيطلع قصادها كتير، اللي اخدها تجاره والله هيخسر فعلا. صح. عايزه اقول لك يا رانيا، انا سبت ثلاث اماكن، انا كان عندي ثلاث اماكن سبتهم وسبت كل حاجه فيهم، وسبت الاسكتشات بتاعتي، اللي جم بعديه ما عرفوش يشتغلوا والله صدقا، مش بزكي نفسي، ما عرفوش يشتغلوا. اما انت يعني يمكن دكتوره نانسي تحس ده، وانت كمان تحسي ده، احنا بنخش على الولاد احنا حابين الشغلانه دي، دي مهنه الانبياء، دي رساله لا تعلوها رساله، تجاره مع الله. يعني الطفل اللي هو قعد واستجاب لحرف الجيم، بتنشئي نشأة، دول اللي هيكبروا بالعقيده اللي احنا بنحطها جواهم. اي حاجه انا مخبط عليا قبل ما اجي لكم، لقيت باب الاكاديميه بيخبط، بفتح الباب لقيت والله العظيم شابين، انا ببص له الملامح دي انا عارفاها، انا اول دفعه خرجتها رغم سني الصغير اول دفعه طالعه ثانيه ثانوي. اكيد انت عارفه الموضوع. ثانيه ثانوي، ثانيه ثانوي، انا بقالي 13 بتضحك فعارفه الموضوع، بقالي 13 سنه في المهنه ما بقيناش نعرفوهم. انا لما بتقابلني وتوقفني ازيك يا ميس حرب كده، انا اللي كنت في الحضانه بقيت انا بمد ايدي ليه اسلم عليه، شاب بسم الله ما شاء الله واقف، ايه اللي خلاه يجي يخبط تاني على ميس عايده؟ انه اكيد حب المكان، واحنا اكيد وده يدل على تاثيركم مع الاطفال. الحمد لله. وهو ده اللي كنا بنتكلم عنه، التاثير والحب لحد ما يكبروا، هي بذره انت حطيتيها ومش هنهمل الجانب. زي ما اتكلمت على والده حضرتك الله يرحمها، ربنا يرحمها، بذره حطيتها، زرعت فيكي بذره ولسه انت مكمله لحد دلوقتي. بالظبط بالظبط. هو احنا بنقول احنا رساله بنأديها، اللي يكمل بعدينا لازم يمشي على النمط بتاعنا. صح. برضو في حاجه عايزه اقولها بالنسبه، طبعا دكتوره عايده ليها مجالها في النورمال، انا يمكن عشان بتعامل مع النورمال والاب نورمال، انا بتجيلي اصحاب حضانات تانية، انا الحمد لله اولياء اموري عارفين وضعي ان انا مدخله اطفال اب نورمال مع اطفالهم فما بيتعرضوش. انا بتكلم على واحده تانية بتيجي تقول لي ان وليه الامر معترضه ان في طفل توحدي او الطفل ده جه الحضانه، فانا اعمل ايه؟ لا، انت هاجي وليه الامر قولي لها بدل ما هو يقلده خلي التاني هو اللي يقلد ابنك. صح. يعني انا عندي اطفالي بياخدوا احمد يقولوا له يلا عشان نتوضوا، احمد روح هات السجاده احنا هنصلي، تعالى اقف معانا. التكامل، ليه انت بتيجي ليه انت بقى بتيجي تشتكي تشتكي ان في طفل اب نورمال معاكي، بدل ما تقولي هو بيقلده في ان هو بيتهدأ او ان هو بيحط ايده ببقه او ان هو بيعمل بيبي على نفسه، قولي له لا انت تعالى خد وديه الحمام. طيب. صح. ده هيخليني اقول حاجه. اتفضل. ان اللي هيعمل عمليه الدمج ده هيكون اصلا فاهم بالظبط يعني ايه شادو تيتشر ويعني ايه معلمه نورمال. هو ده بقى انا علشان اخلي يحصل الدمج ده. تمام. انا مثلا في مكاني عشان اخلي يحصل ده لازم يكون معايا الشادو تيتشر، لكن عايده لوحدها تقوم بده ما ينفعش. انا بقول وبقول
ما شاء الله ربنا يحمي يا رب الناس اللي قادره تأدي رسالتها مع الابنورمال. انا شخصيا مش بعرف اتعامل معاهم. لكن هنرجع بقى للتكامل في المهارات. معلمه النورمال ليها خطها، الشادو تيتشر ليها خطها، معلمه اللي بتعرف تنتج وسائل ليها حاجه تانية. ده التكامل في المكان اللي بيديره صاحب المكان اللي هو صاحب الفكره. ولازم صاحب المكان يكون داري بكل ده. بصي يا دكتوره، لما داري ده هيجي من ايه؟ الوسيله ديت اكيد حضرتك عارفه ومتاكده ان هي هتطلعها كده صح. لا، هو داري من ايه؟ صاحب الراي غير صاحب العقيده. الراي ممكن اشوف فكره النهارده اعملها بكره وانفذها، هتنجح مش هتنجح، لكن صاحب العقيده عارف انا بوصل رسالتي ازاي وهاخد منها النفع ازاي. تمام، ده بقى دور مدير المكان. تمام، بس مش ان هو يكون مؤمن بالفكره اللي احنا اتفقنا من الاول خالص، ان مدير المكان ملهوش مكتب. صاحبه الحضانه اللي قاعده على المكتب فاشله، صاحبه الحضانه بتورط طول اليوم. فرشت الحضانه. بصي كمان في نقطه التشجيع. اتفضلي. احنا كنا بناخدوها في التربيه صح، في كليه التربيه. التعزيز والتعظيم. يا بطل، احنا عملنا ابطال المستقبل. أيوه. وبندعو كل الاكاديميات انها أيوه. تدخل معانا. طلعنا ابطال، يعني عدينا ازمه الكورونا والشغل الاونلاين ونجحنا. اللهم لك الحمد الى الان شغالين اونلاين. نجحنا في فكره الاونلاين دي بايه؟ مطلعين ابطال. عندك هدف هتنجح، عندك رساله. معلمه رياض الاطفال نورمال او اب نورمال ما عندهاش رساله ولا رؤيه هتنزلي، عندك رساله وعندك رؤيه هتنجحي. دي معلمه رياض الاطفال التكامليه. عايزين بقى دكتور نانسي تقول لنا رساله، ودكتور عايده هتقول رساله عشان نختم برنامجنا الجميل. اتفضلي يا دكتور نانسي. هو انا عندي رسالتين عشان انا عايزه اوجه الرساله لوليه الامر ولاصحاب الحضانات. رسالتي الاولانيه لوليه الامر، قبل ما تختاري الاخصائي اللي هيشتغل مع ابنك شوفي مدى ثقتك فيه واصله لغايه فين. تمام. شوفي شهاداته، شوفي شغله. تمام. مش عيب ان انت تقولي له حضرتك خريج ايه. صح. حضرتك ايه الحاله اللي زي بتاعت ابني وشافت على ايدك، حضرتك بتشتغل فين وفين وفين. دي رساله يعني نقول دي رساله لكل ام. أيوة. نقول بقى دكتور عايده. طيب انا رسالتي هتبقى لكل معلمه، ان احنا خدي بكل الجوانب والاساليب التدريبيه الصحيحه اللي هتقدري توصلي بيها الطفل لبر الامان. لازم تاخدي كورسات كويسه، تتعلمي تعرفي ازاي تتعاملي مع طفل علشان ما تكونيش لاي طفل اي عقده. بس الف شكر ليكي والف شكر للدكتور نانسي، نورتوني وشرفتوني. احنا محتاجين حلقات وحلقات. يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا، واستنوني النهارده الساعه 7:30 عندي حلقه شيقه جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.